النهاردة عيد ميلاد الملك صانع البهجة صاحب المسيرة الاستثنائية في كرة القدم محمد صلاح، اللي ابتدى من نادي المقاولين العرب ولغاية ما بقى أهم نجم في ليفربول وأفضل لاعبي كرة القدم في العالم وصاحب الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي. بنقول له كل سنة وانت طيب يا ممكة، احنا وراك وبندعمك وتفضل دايما فخر لينا كمصريين وفخر لكل العرب. ثلاثون عاماً مرت على ميلاد نجم نجوم الكرة المصرية صانع البهجة المتفرد وفخر العرب ابن نجريج، الذي تحول اسمه لنشيد يدوي في ملاعب أوروبا باسم الملك محمد صلاح. بدأ محمد صلاح مسيرته في صفوف الناشئين في نادي المقاولين العرب حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول، ثم اتجه للاحتراف في أوروبا وانضم لنادي بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيرونتينا وروما الإيطاليين، بالإضافة إلى ناديه الحالي ليفربول الإنجليزي. حقق صلاح مع ناديه الأوروبي الأول بازل العديد من الألقاب، فحصل معه على لقب دوري السوبر السويسري موسم 2012 و2013، وجائزة أفضل لاعب في دوري السوبر السويسري لعام 2013، ثم انضم إلى تشيلسي الإنجليزي وحصل معهم على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2014-2015، ثم انتقل على سبيل الإعارة لنادي فيورنتينا الإيطالي وبعدها إلى نادي روما، وشارك معه طوال موسمي 2015-2016 و2016-2017 في 83 مباراة أحرز فيها 34 هدفاً. لقب محمد صلاح بصانع البهجة بعد أن نجح وبجدارة في تحقيق حلم المصريين بالوصول لكأس العالم في روسيا بعد انتظار 28 عاماً، وأحرز الفرعون المصري هدفين في المباراة التي جمعت المنتخب أمام الكونغو. يلا صلاح، يلا صلاح، الله وفا، الله 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 يا بلد الله. واصل رحلة نجاحه وصعوده التي لم تكن مفروشة بالزهور في رحلة الإصرار التي قادته لليفربول في فترة الانتقالات الصيفية 2017 قادماً من روما الإيطالي. حقق صلاح العديد من الإنجازات سواء على المستوى الفردي بتحقيقه لقب هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات، أو على المستوى الجماعي بالتتويج بلقب البريمير ليج ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. انتقال صلاح للريدز كان خطوة كبيرة في مستقبل اللاعب كأغلى صفقة في تاريخ ليفربول، حيث بلغت قيمتها 42 مليون يورو، وأغلى لاعب إفريقي وعربي مع المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني للريدز الذي حوله إلى ماكينة أهداف. وفي الموسم الأخير استمر عطاء صلاح لفريقه ونجح في التتويج بجائزة الحذاء الذهبي للبريمير ليج، وحصد أفضل صانع أهداف في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 2021-2022، وليظل اسم صلاح مدوياً باعتباره الملك المصري. كل سنة ومحمد صلاح طيب ونموذج وقدوة طيبة لكل الشباب، بيتم عامه 30 إن شاء الله، يعني مزيد من التألق والنجاح، ويفضل دايما فخر لكل المصريين وفخر لكل العرب. الحقيقة إنه أي يعني شيء بيوصله محمد صلاح بيبهجنا جميعا وبيسعدنا جميعا، وبنحتفل دايما بيه ومعاه، ويمكن على موقع التواصل الاجتماعي بنشوف إن كل المصريين يعني متفاعلين جدا جدا مع محمد صلاح ومع كل جايزة محمد صلاح بيحصدها. فيعني بنهنيه بعد ميلاد، وكل سنة وانت طيب يا ملك. يعني باسم كل المصريين نقول له كل سنة وانت طيب يا أبو مكة، يعني عقبال 100 سنة، 100 سنة من الإنجازات، 100 سنة من تسديد الأهداف، 100 سنة وإحنا فخورين بيك دايما، و100 سنة وانت دايما متربع على عرش الكرة، يعني مش هقول المصرية بقى، الكرة العالمية.